الله أكبر 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 ما تهللت وجوه المخلصين بهذا اليوم المنير. الله أكبر ما خرجوا لصلاة العيد رافعين أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد. الله أكبر ما تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى والإحسان. الله أكبر ما تصافح المسلمون وتبادلوا التهاني في يوم العيد وتناصحوا على فعل الخيرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا على مدى الشهور والأعوام. سبحان الواحد الأحد سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على الدوام. الحمد لله المتجلي برحمته على عباده القريب من أهل محبته. الحمد لله معيد السرور على أهل الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله يغفر الذنوب ويعطي كل سائل ما سأل. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المسلمون، إن هذا العيد يحيي فينا سنة الخليل إبراهيم عليه السلام في الفداء والتضحية والابتلاء. فإبراهيم عليه السلام يئس من قومه الذين أصروا على الشرك وعبادة الأوثان. هاجر عليه السلام وقد ذكر ذلك القرآن، وقال إبراهيم عليه السلام: ربي إني ذاهب ربي إني ذاهب إني ذاهب إلى ربي سيهديني. كان إبراهيم عليه السلام متقدما في السن ولم يكن له ولد، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ورزقه الله إسماعيل من هاجر، وهداه ربه أن يتوجه إلى مكة، فتوجه بزوجه هاجر وابنه إسماعيل. ولما كبر الغلام أمره الله تعالى أن يذبحه فداء وقربانا لله تعالى. قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى اختبار لإيمان إبراهيم عليه السلام. إن هذا أيها المؤمنون ابتلاء عظيم لشيخ يرزق بولد في آخر العمر ثم يؤمر بذبحه بيده. هذا عمل لا يقدر عليه إلا أقوياء الإيمان مثل إبراهيم الخليل عليه السلام. فأخبر إسماعيل، فقال القرآن على لسان إسماعيل، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي فلما فعل ذلك، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. هذا هو الامتحان العظيم، هذا هو الابتلاء العظيم، هذا هو الاختبار العظيم. قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين.
في سورة الصافات، فماذا كان الجزاء؟ كان الجزاء كما قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الذبح العظيم أيها المؤمنون هو كبش من الجنة، كبش من الجنة جاء به إبراهيم، جاء به جبريل عليه السلام لإبراهيم. قال العلماء إن إبراهيم قام بذبح الكبش الذي أتى به جبريل، ذبحه وهو يكبر تعظيما لله وشكرا لله. وأن جبريل عليه السلام قال: الله أكبر الله أكبر. قال إسماعيل عليه السلام: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال إبراهيم عليه السلام: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والمعنى العميق لهذه التضحية هي طاعة الله، وأن الله يبتلي عبده ثم يجعل له مخرجا، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وذلك في سورة الطلاق الآيتين الثانية والثالثة. هذا وأن للأضحية فضل عظيم. لقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما الأضاحي؟ ما الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل أدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. ما عمل أدمي، وفي رواية أخرى: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وشعرها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسي. رواه ابن ماجه والترمذي. معشر المؤمنين والمسلمين، إن الله تعالى شرع العيدين وجعلهما مسك الختام للعبادات، فشرع عيد الفطر بعد الصيام رمضان وعيد الأضحى بعد الوقوف في عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وجعلهما يوم فرح وأكل وشرب وصلاة وذكر لله تعالى. فقال الله تعالى: واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال أيضا: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي هذه الأيام التي نعيشها حاليا. أيها المؤمنون، إن أعياد الإسلام هي مظهر من مظاهر الأخوة والتعاون والتضامن والتعاطف والتسامح بين المسلمين جميعا، فيجب أن نتعاون وأن يرحم بعضنا بعضا، لقول الحبيب المصطفى: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يا معشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، واعلموا أن للعيد حرمة وآداب، فاعرفوا هذه الحرمة والآداب،
واحرص عليها وهي محاسبة النفس وامتثال أوامر الله تعالى والعمل بطاعته، واحذروا المعاصي وقوموا بما يرضي الله من الحفاظ على الصلوات والتكبير خلال هذه الأيام وزيارة الأقارب وذوي الأرحام منكم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واذبحوا أضحيتكم على سنة المصطفى. جاء في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، أبيضين أملحين أي يخالطهما السواد، وقيل الأملح هو الأبيض الخالص البياض، وجعل رجله على عنقهما من جهة الجنب والصفحة هي الجنب. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر أي قال: بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، هذا هو الواجب عند الذبح، وما زاد عن ذلك فهو مستحب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة قومي قومي فأشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب، أما أنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ضعفا حتى توضع في ميزانك، حتى توضع في ميزانك. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، أهذا لآل محمد خاصة؟ فهم أهل لما خصوا به من خير، أو لآل محمد والناس عامة؟ فقال: هي لأهل محمد والناس عامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من